de la santé de la population et de la réforme hospitalière du programme des Nations Unies pour le développement. planète à la situation critique. نعطيو حنايا صورة على التجربة الجزائرية ونتكلم كذلك على التضامن الأوروبي لاتجاه الجزائر وهذا جعلنا حنا نستفيد بهذه الطريقة هذه بعدد كبير من المستلزمات الطبية ذات مستوى عالي وتجعلنا حنا مع الشيء اللي استفدنا منه من او صناعه جزائريه او مستورده من الخارج تجعلنا حنايا الحمد لله في وقت اللي يعطينا الهدوء باش نتعامل مع هذا الوباء.